هذا وأعلن الجيش الوطني في شبوة استعداده فتح الطريق الرابط بين مديرية بيحان ومدينة عتق عاصمة شبوة اليوم أمام حركة السير شريطة قيام ميليشيا الحوثي وصالح بفتح الطريق من الجانب الواقع تحت سيطرتها. وجاء الإعلان خلال اجتماع لقيادة المنطقة العسكرية الثالثة مع لجنة من أهالي بيحان لمناقشة كسر الحصار المفروض على المديرية من قبل الميليشيا الانقلابية. وأكد قائد المنطقة العسكرية اللواء أحمد حسان أن قيادة الجيش الوطني حريصة على فتح كل الطرق المؤدية إلى مديرية بيحان وكسر الحصار المفروض على المديرية من قبل الميليشيات. ولمزيد من التفاصيل معنا من شبوة عدنان المنصوري مراسلنا من شبوة. عدنان، أطلعنا عن آخر التطورات في جبهة طوال السادة بعسيلان. نعم، في بالنسبة لما يحدث في جبهة طوال السادة، وبحسب مصادر المقاومة الشعبية قتل 3 من ميليشيات الحوثي والمخلوع خلال محاولة الميليشيات يوم أمس اختراق جبهة المقاومة الشعبية في طوال السادة غربية عسيلان، لكن هذه المحاولة فشلت و أدت إلى مقتل 3 من الميليشيات، كذلك أدت إلى جرح مجموعة أخرى منهم. مصادر المقاومة أكدت أيضا استشهاد أحد أفراد المقاومة في هذه المواجهات، وأيضا تحدثت عن نجاح عملية قنص لأحد القيادات الميليشياوية في نفس المحاولة. نعم. أيضا بالنسبة لجبهة الجبهة الأخرى وهي منطقة الصفراء التي يمر بها طريق بيحان عتق، هذه الجبهة شهدت انفجار لغم في دورية تابعة للجيش الوطني إثر مرور الدورية على لغم زرعته الميليشيات على الخط الرابط بين عسيلان وعتق، ما أدى إلى إغلاق الخط، وأدى ذلك إلى تعالي شكاوي المواطنين من جراء يعني إغلاق الخط، والذي أكد اللواء 21 الذي يشرف على المنطقة أنه مستعد لفتحه إذا التزمت الميليشيات ببنود الاتفاق بينهم وبين لجنة الوساطة. نعم، هل بدأ تنفيذ هذا الاتفاق؟ بالنسبة لمصادر الجيش الوطني في عسيلان أكدت أنها ملتزمة التزام تام ببنود الاتفاق وأنها على استعداد لفتح الخط في أي وقت، وتعتبر أبناء بيحان وعسيلان أنهم جزء منهم وأنهم لن يعملوا أي أعمال تؤدي إلى عرقلة مرورهم، لكنهم يقولون أن الميليشيات من الجانب الثاني تخرق الاتفاق، ولهذا فإنهم سيغلقون الخط حتى تلتزم من جانبها الميليشيات أو تضغط لجنة الوساطة على الميليشيات للالتزام بفتح الخط، ودون أن تتسبب في أي أعمال تؤدي إلى إغلاق الخط مثل اللغم الذي انفجر في دورية تابعة للجيش وأدى إلى اضطرار الجيش الوطني لإغلاق الخط. مراسلنا من شبوة عدنان المنصوري كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.